السلام عليكم. أخبار الصواريخ والقصف بالصواريخ يعني صارت هي عبارة عن أخبار عادية جدا، أخبار طبيعية جدا، أصبحت كالأنواء الجوية. يعني بالنسبة لي المواطن العراقي للأسف الشديد، على الرغم من أنه قصف صواريخ في بغداد في مناطق مهمة جدا، في مناطق يعني تعتبر خطيرة جدا حقيقة، بها سفارات وبها مسؤولين وبها التزامات كثيرة على الحكومة العراقية. فعليا هذا الأمر يعني يتكرر بالساعات حتى مو بالأيام. خلية الإعلام الأمني كشفت طبعا وأعلنت بشكل رسمي بعد سماع دوي الانفجارات والكلام عن 3 إلى 4 صواريخ كاتيوشا البارحة، أكدت سقوط 4 صواريخ نوع كاتيوشا بعد منتصف ليل أمس أو ليلة أمس داخل المنطقة الخضراء ببغداد دون خسائر بشرية أو مادية. وقد عثرت القوات الأمنية على منصة إطلاق قرب معسكر الرشيد جنوبي العاصمة بغداد، قرب معسكر دي يصير القصف هذا. طبعا صور القصف أو صور المنصة عفوا يعني نشروها بالتأكيد ونشرت بهذا الشكل هذه الصواريخ. وطبعا إلى هنا احنا تعودنا دائما لما يصير ضربات بصواريخ الكاتيوشا إلى هنا تنتهي، يلقفون المنصة، لا يتم إلقاء القبض على أي شخص وينتهي الموضوع. وهذا للتنويه، هذا رابع هجوم في غضون أقل من أسبوع، هجوم ده نحكي صاروخي بالكاتيوشا على معسكرات على سفارات وغيرها. فهذا الموضوع أصبح مربكا وأصبح أكثر شدة حتى يمكن من فترة السيد عادل عبد المهدي. الطرف المتهم هنا وليس متهما، وإنما أصبح يعني طرف اعترف بهذه الضربات بشكل رسمي اللي هي مجموعة عصبة الثائرين، كشفت تماما وانت التفاصيل تامة بأنها هي من قامت بهذه العمليات، أو على الأقل مو هذه العملية اللي احنا نحكي بها، وإنما العمليات اللي قبلها واللي تخلي أي واحد يستنتج أنه فعليا هم اللي سووا هذه العملية التي نتحدث عنها الآن. فبالتالي هم أكدوا أنه هم اللي أسقطوا الطائرة يوم 8/6، على الرغم أنه قالوا هذه الطائرة التي سقطت الأمريكية هي عبارة عن طائرة يعني صار خلل فني أو غيرها. اعترفوا بيوم 11/6 بالهجمات رصد السفارة الأمريكية، وكذلك يوم 16/6 يوم 8/6 كلها هم أكدوا أنه هم المسؤولين عن هذه الهجمات من خلال هذا الفيديو بشكل رسمي. يعني خلاص قضية الجهد الاستخباري والتحقيقات الاستخبارية للكشف عن هذا الطرف وغيرها يعني أصبح موضوعا منتهيا فعلا، وأصبح الطرف الذي يقوم بهذه العمليات طرفا واضحا إلى الحكومة. طبعا هذه كلها الأمور خلت السيد مصطفى الكاظمي طبعا يغرد عن هذه القضية، وقال الصواريخ التي استهدفت الجندي المجهول في بغداد تسعى إلى تهديد استقرارنا ومستقبلنا، وهو أمر لا تهون فيه، لن أسمح لجهات خارجة على القانون باختطاف العراق من أجل إحداث فوضى وإيجاد ذرائع لإدامة مصالحها ماضون في عهدنا لشعبنا بحماية السيادة وإعلاء كرامة الوطن والمواطن. هسه القضية المواطنين يقولون يعني السيد مصطفى الكاظمي ليش لحد الآن ما سوى أي إجراءات، ليش دا يغرد فقط في هذا الموضوع؟ فعليا بليلة الأربعاء يعني قبل تقريبا ساعات من الهجمة اللي احنا دا نحكي بها هسه، صار كلام مباشر بخطاب أو بإحدى البرامج الحوارية للمتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللي هو اللواء خالد المحنة، كشف أنه فعليا صارت إجراءات وإلقاء قبض على عدد من الأطراف اللي هي طبعا مسؤولة عن مثل هذه الهجمات. قال هنالك بعض العمليات كشفتها دوائر الاستخبارات وأسهمت بالقبض على المتورطين والقوات الأمنية لها القدرة والجاهزية وتتمكن من القضاء على أي تهديد أمني. أضاف اللواء خالد المحنة تم إلقاء القبض على من يقوم بإطلاق الصواريخ والموضوع تحت إشراف القضاء، ولا يمكننا التصريح عن الجهة التي تقف وراءهم إلا بأخذ موافقات قضائية. فهل يا ترى اللي ألقوا القبض عليهم هم من عصبة الثائرين أم من أطراف أخرى؟ يعني تظل هذه حقيقة أسئلة صعبة ومربكة. نفس الوقت مع هذا الإرباك الكبير الآن بعد العمليات التركية اللي صارت اللي هي مخلب النسر الجوية ومخلب النمر البرية، الآن إيران دخلت على الخط وبدأت يعني وقصفت مدفعيا، يعني استخدمت المدافع في القصف لمناطق حدودية موجودة في العراق، وذا ناشونال نشرت هذه التفاصيل وثبتت أنه فعليا قصف مدفعي، يعني قصف مدفعي من تركيا وقصف مدفعي من إيران وقصف بالصواريخ يتعرض له العراق في الكاتيوشا. ولحد الآن ما هي الإجراءات، ما الذي ستقوم به
حكومة السيد الكاظمي. فعليا قامت حكومة السيد الكاظمي الآن حقيقة بالنسبة لإيران وبالنسبة للقصف المدفعي اللي احنا قاعدين نحكي به هسه، وزارة طبعا الخارجية العراقية أعلنت بشكل رسمي تسليم مذكرة احتجاج إلى السفير الإيراني في بغداد اللي هو إرج مسجدي، بالإضافة إلى ذلك سلموا أيضا مذكرة احتجاج أخرى شديدة اللهجة إلى السفير التركي بسبب طبعا عملية مخلب النمر اللي احنا قاعدين نحكي عليها. هل هذا الموضوع سيكون كافيا إلى المواطن العراقي؟ هل سيكون هذا الموضوع مقنعا إلى المواطن العراقي؟ هل هذه الإجراءات يعني حتخلي المواطن فعلا يشعر بالراحة حاليا؟ بالتأكيد هذا الموضوع لا يبدو على واقع الحال بأنه موجود، لا زالت التعليقات بها انزعاج من المواطنين، ويعتقدون أنه الحكومة لن تستطيع القيام بأكثر من قضية مذكرة الاحتجاج وغيرها. هذا الموضوع طبعا يعني يظل المواطن العراقي ينتظر إجراءات، وبدأ يقارن حتى بالماضي، يعني بدأوا المواطنين يتذكرون الماضي، وهذا أمر مؤسف. إحنا الماضي مالتنا كان عبارة عن نظام ديكتاتوري، هسه مذكرة الاحتجاج والأسئلة الكبيرة جدا، هذه الإجراءات الدبلوماسية القانونية. فعليا أكو من يقول أنه أكثر من مذكرات الاحتجاج الحكومة العراقية ما تقدر تسوي أكثر من هذا، وتتكرر مذكرات الاحتجاج إلى أن توصل إلى مجلس الأمن الدولي. والمشكلة لما نحكي بمجلس الأمن الدولي، إذا العراق اشتكى على الدولة الفلانية، إذا اشتكى على إيران أو على تركيا في مجلس الأمن الدولي، يجوز هذه القضية يعني ما تأكل، لا راح تأكل الأخضر ولا راح تأكل اليابس، مثل ما صار في قضية الاستهداف الأمريكي في مطار بغداد. بالأخير يعني رحنا المجلس الأمن الدولي ولم تحدث أي نتيجة أو تعويض أو حتى اعتذار من الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الموضوع. إذن ينضم إلينا حول هذا الموضوع بتفاصيله عبر السكايب من لندن رئيس المركز السومري للإعلام والدراسات الدكتور فارس المهداوي. حياكم الله دكتور فارس، وأبدأ مع حضرتك بقضية، خلينا نبدأ بقضية الكاتيوشا الآن. يعني السيد مصطفى الكاظمي يعني توعد للأطراف التي أطلقت الصواريخ، المتحدث باسم وزارة الداخلية قال ألقينا القبض على عدد من الأطراف وما نقدر نكشف عن اسمها، في نفس الوقت الطرف الذي يقوم بهذه الهجمات اعترف تماما. هل تعتقد أن الكاظمي يعني يأخذ خطوات تدريجية لإنهاء هذا الموضوع، ويعني حتى ماكو جهة أو كتلة أو غيرها تجي تعترض عليه؟ هل تعتقد أن الرجل يسير بخطى قد تكون بطيئة لكن ثابتة في نفس الوقت هنا؟ بداية تحية لحضرتك وللسادة مشاهدي قناة التغيير الكرام. حياك الله. لكن أنا لا أسمع بوضوح ما فهمت من سؤالك، أعتقد أنه ما هي خطوات الكاظمي المقبلة بعد أن كشفت الحركات التي تقوم بقصف المناطق، ربما القواعد العسكرية ومنطقة الخضراء وغيرها. الحقيقة ليس أمام السيد الكاظمي إلا أن يتصرف، هو على المحك الآن. يعني توقيت القصف جاء قبيل الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، جاء بعد تهديدات لقادة فصائل مسلحة بأن القوات الأمريكية يجب أن تغادر العراق بشكل مباشر وغير مأسوف عليها إن غادرت. الرجل حاول خلال ربما الحوار الاستراتيجي أن يمسك العصا من الوسط، لكن الأمور في العراق تتدهور بشكل سريع، و يعني قوة ومركزية إدارة الحكم التي ربما أراد الكاظمي أن ينتهجها كسبيل للخروج بالأزمات العراقية الآنية أو الحادة على أقل تقدير إلى منطقة أكثر ربما أمانا وأكثر ارتياحا من الناحية الاقتصادية والأمنية وما سواها. إذن هو أمام معترك خطير جدا، أمامه مسؤولية كبيرة جدا، هناك تحشيد بعضه ربما مباشر وبعضه عبر واجهات يتم من خلال محاولة إسقاط أي نوايا ربما لتشكيل قوة ضاربة عراقية تستطيع أن تفرض سلطة القانون على أقل تقدير ممكن. هذا الموضوع الحقيقة ربما
سيحرج الكاظمي. اليوم قصف الجندي المجهول بأربع صواريخ أعتقد مس هيبة المنطقة الخضراء كحكومة مركزية وكرمزية لهذا النصب جماهيرية وأيضا حكومية. لذلك أمام الكاظمي أن يتحرك، وإن لم يتحرك فلا يعني يستحق أن يكون رئيسا للوزراء. طيب دكتور فارس، لكن يعني باعتقادك ما الذي يؤخر السيد الكاظمي من ملاحقة الأطراف اللي هي اعترفت بهذه الهجمات، على الأقل الهجمات التي سبقت الجندي المجهول؟ شنو اللي أخره؟ يعني عصبة الثائرين أو غيرهم، هذول مجاميع بسيطة، لا هم جزء من منظومة معينة بالدولة، لا هم يعني فت قوة كبيرة أو غيرها، عندنا دولة وعندنا جيش وعندنا شرطة، ما الذي يؤخر الرجل برأيك؟ هناك عدة عوامل الحقيقة. بالنسبة أولاً الواجهات التي ذكرت أنه قدموها الفصائل الكبيرة، إيران قدمت واجهات حتى لا تكون الضربة الأمريكية الانتقامية إن حصلت كما حصل في السابق لا تكون إلى قادة فصائل وكتل وأحزاب معروفة في عدائها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما يحاولون تشتيت الجهد الاستخباراتي للولايات المتحدة في موضوع رصد من يقوم بعملية ضرب هذه القواعد واستهداف ربما الأرباح الأمريكية والنفوذ الأمريكي في العراق. لذلك أبرزوا منظمات بهذه الأسماء، ثائرون أو غير ثائرون، حتى يكون العمل بعيدا نوعا ما عن واجهة الأحزاب الكبرى والميليشيات الكبرى الموالية للحرس الثوري الإيراني. هذا من جانب. جانب الآخر، ما الذي يمنع؟ الذي يمنع هناك عوامل كثيرة يا أستاذ أحمد. فالكاظمي لا يسبح في مياه هادئة ولا يسبح في منطقة ربما سياحية ذات خمس نجوم، هو في معترك خطير، هو يحاول أن يتحمل مسؤولياته كرئيس الوزراء في إخراج العراق من بعض الأمور الملحة جدا جدا والتي ربما تمس الشارع العراقي، والتي إن استمرت لا تبقي ولا تذر من العملية السياسية لا من طرف الكاظمي ولا من طرف من يناوئ الكاظمي في الوقت الحاضر. أيضا هناك نفوذ إيراني كبير جدا داخل المؤسسة العسكرية العراقية، الميليشياوية، الحزبية، السياسية كلها والاقتصادية. هناك نفوذ إيراني هو أعلم به حتى منا نحن ربما المحللون أو الناقدون أو الذين ينظرون للأمور عبر واجهاتها التي تظهر أمام العلن أو أمام الملأ. لكن المسألة تحتاج إلى روية. هم طيب يحاولون لكن أن يعثروا الروية اللي حضرتك الآن تتفضل بها. عفوا دكتور عن المقاطعة. أما أن يعود إلى صفهم بشكل كامل. تمام. لكن دكتور إذا انتظر الرجل وأخذ الأمور بتروي، الولايات المتحدة الأمريكية ممكن ينفض صبرها، ممكن تسوي عملية في أي لحظة إذا لم يتصرف الرجل لأي من الأسباب اللي حضرتك الآن ذكرتها. الخطر أكبر، فبالتالي أكبر من توقعات الكثيرين. ألا تعتقد إنه أمريكا الآن ممكن فعليا أن تسوي ضربة الليلة لا سامح الله بسبب تكرار هذا الأمر يوميا؟ هذا كلام دقيق، طبعا كلام دقيق جدا. لكن المالكي العفو الكاظمي وهي متوالية عن تغير الأسماء وتبقى الأدوات هي، لكن الكاظمي لديه ربما سيناريو معين للتغيير في موضوع الإدارة في العراق، ويعني إبراز شيء على حساب شيء. هم يحاولون الحقيقة أن يعني يتدخلوا في هذا البرنامج من أجل إرباك الكاظمي ومن أجل إعثاره بشكل واضح في سياسات الداخلية على أقل تقدير. أنا أعتقد أن المالكي أمامه فرصة ذهبية، وهذا تقصد الموضوع تقصد الكاظمي دكتور فارس، تقصد الكاظمي وليس المالكي؟ الكاظمي نعم، أنا قلت أنه الأسماء تتغير، لكن نعم. العراق هو نعم. منذ 17 عاما نعم. من سيء إلى أسوأ بالأسماء وبالمصائب التي تأتي تترى عليه. لذلك هذا الرجل عليه أن أما أن يكون حازم للوقوف بوجه هذه الإجراءات التي تقوم بها هذه الجماعات المسلحة وسواها، يعني حتى جماعة الرفحة تحدوا الكاظمي بطريقة سافرة، بطريقة
لم يسبق أحدا أن تحدى بها الحكومة العراقية على مختلف تسمياتها بهذه الطريقة ربما الغير أخلاقية، والتي ربما هددوا بها بإسقاط الحكم في العراق استذكارا لما قاموا به في عام 91، لأنه طبق القانون وطبق العدالة ربما في موضوع توزيع الثروة فيما يخص رواتب سجناء أو محتجزي رفحاء وغيرهم. إذن هو أمام مفترق طرق، ليست العملية سهلة بالتأكيد، لكن أنا بتقديري وهذا ما أقوله باستمرار، إذا من يريد، ليس فقط الكاظمي، من يريد التغيير في العراق، هذا العراق الذي يثخن بالجراح وأثخن بالعمالات وأثخن بالنفوذ الأجنبي، من يريد التغيير فعليه أن يلجأ إلى الشعب، عليه أن يلجأ إلى ثورة تشرين ومن هم وراؤها، عليه أن يكون حازما في هذه المسألة. طيب لكن لأن الشعب لكن قادر على البعض المواجهة. تمام، لكن أما البعض يعتقد شخص بمفرده تمام. فأعتقد أن العملية ستكون جد صعبة عليه. طيب دكتور، لكن البعض يعتقد أنه لو كانت الجلسة الأولى الحوارية مع الولايات المتحدة الأمريكية نصت في بيانها على جدولة انسحاب القوات الأمريكية من العراق بشكل كامل تطبيقا لقرار البرلمان، ما كان شفنا صواريخ الكاتيوشا هذه؟ يعني ما تعتقد عدم الوضوح في الجلسة الأولى في هذا الحوار الاستراتيجي هاي نتائجها؟ ولن يكون أستاذ أحمد، هذا الموضوع لن يكون، ليس الكاظمي ساذجا حتى يذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة النفوذ وصاحبة القوة العالمية وليس فقط في المحلية ليقول لهم غادروا العراق. هناك بالنسبة إليه أشياء أهم، هناك ملف الصحة، ملف الاقتصادي، ملف التربية والتعليم، ملفات كثيرة جدا العراق يحتاج فيها إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية. ولهذا هذه المواضيع كلها نوقشت في الجلسات أو في الجلسة الأولى للحوار الاستراتيجي، وتركت بقية المسائل إلى الجلسات المقبلة التي تبدأ ربما في الأسبوع الأول من الشهر المقبل أو الأسبوع المقبل على ما أعتقد. هذه المسألة هي مسألة استراتيجية وليست مسألة اجتهادات أو عواطف أو ربما إعازات تأتي من إيران لهذه الكتل من أجل الضغط على الكاظمي. الكاظمي يتولى مسؤولية وأمامه شعب غاضب وشبه منتفض، وأمامه مالية وخزينة فاضية خالية، وأمامه استهتار بأمن وأرواح المواطنين العراقيين، وأمامه تجاوزات إيرانية وتركية على سيادة العراق، أيضا هناك تجاوزات حتى من الميليشيات المحلية التي تأتمر بأمرة إيران على سيادة العراق. إذن هو أمام معترك وأمام موقف لا يحسد عليه. طيب لكن إما أن يأخذ لكن أكو قضية مهمة بشكل جدا متوازن سيدي الكريم، هذه الأطراف إذا حاولت حكومة السيد الكاظمي تحاسبها أو غيرها ونصل إلى القضاء، ممكن تبرر موقفها تقول لك هذه الأمريكان يعني صدر قرار للبرلمان وماكو أي حصانة للأمريكان من البرلمان العراقي ومطالبة بالخروج فورا من العراق ومن سحبوا الأمريكان، فبالتالي أصبح محتلا والمحتل النتيجة الطبيعية أنه نقاومه ونقاتله حتى يطلع إذا الحكومة ماذا تقدر إحنا نطلع الأمريكان وغيره، فيستندون إلى ما صدر من البرلمان في تحججهم. يعني ما تعتقد هذول عندهم هم عندهم حجة؟ هذا طبعا هذا غير صحيح. الصحيح أنه أيضا إيران لم تدخل العراق بتشريع من البرلمان أو غير البرلمان، إيران دخلت العراق بحجة داعش واستباحت وما زالت ربما كتائب الحرس الثوري الإيراني تجول وتصول في الموصل وغير الموصل في مسميات الحج الشعبي وغيرها. هذا الموضوع ليس دقيقا، الاتفاقية بين الطرفين ليست دكتور اتفاقية عفواً بين يعني عفواً دكتور أجير ومأجور. يعني أنا أتحفظ حقيقة يعني دكتور. هذا الموضوع ليس يعني صحيحاً. هناك ليش أنت ربطت الحشد الشعبي بكتائب الحرس الثوري الإيراني؟ يعني الحشد الشعبي طوعوا وصاروا جزء من قانون، ولد الجنوب اللي هم ولد البصرة وغيرها دفعوا بأبنائهم للدفاع عن العراق وراحوا لهم شهداء، ليش ده تربط الموضوعين؟ ما لهم علاقة يعني شو لهم علاقة الحرس الثوري الإيراني وكتائبهم وغيرها بهذه القضية؟ لا لهم علاقة، العلاقة كبيرة أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن لسنا بصدد الدفاع عن أمريكا هذه التي دمرت العراق وأنهت الحكم الوطني فيه في عام 2003، أمريكا هي سبب كل شيء. لكن
الولايات المتحدة أيضا قدمت جنودا وقدمت أموالا في سبيل القضاء على تنظيم داعش، وما زالت ليست المعادلة بهذا الشكل. المعادلة الحقيقة هي أنه كيف يمكن للسيد الكاظمي أن يوازن بين النفوذ الأمريكي والنفوذ الإيراني دون أن يكون للنفوذين الحقيقة تحكم بسيادة العراق وما يمكن أن يقوم به العراق على المجال الوطني يعني والمجال العربي والمجال العالمي. إحنا بس نريد نركز على قضية مهمة سيدي الكريم، يعني هذا رأيك وبالتأكيد أنت حر برأيك، لكن سيدي الكريم الآن إحنا دنيجي بقضية، دندخل بقضية أكبر من قضية صواريخ الكاتيوشي، قضية القصف الإيراني والقصف التركي المستمر وغيرها. يعني ما تعتقد الحكومة ما عندها غير خيار غير مذكرات الاحتجاج؟ يعني هذه الطريقة الدبلوماسية والحضارية والعالمية واللي يقبلها كل العالم، تقدم مذكرة احتجاج مرة ومرتين وبعدين نتوجه إلى مجلس الأمن الدولي، ألا تعتقد أن هذا هو التصرف الوحيد الذي يمتلكه السيد الكاظمي أو الحكومة أو الدولة بشكل عام؟ أنا طبعا أؤيد ما تفضلت به أولا وما ربما أن يقوم به الكاظمي. لماذا؟ لأن من يستطيع أن يرد على هذين النفوذين يجب أن يمتلك أداتين مهمتين في التحرك، وهي القوة والقدرة. الكاظمي والعراق بشكل عام الآن بوضعه الحالي، بوضعه السياسي الحالي، لا يمتلك لا القدرة ولا القوة على مواجهة أي من الطرفين، وحتى ربما أدنى من هؤلاء الأطراف الذين هم في الحقيقة أطراف كبيرة جدا في القدرة والقوة على التغلغل والنفوذ والتحكم العسكري والأمني والسياسي والاقتصادي بالعراق. أنا أعتقد أن الكاظمي يجب عليه أن يكون على قدر كبير عالي من الدبلوماسية من أجل أن يقلل نفوذ الطرفين دعما لنفوذه، دعما لمكانته كرئيس للوزراء. عليه أن يكون كما وصف في كل المحافل ربما والكتابات التي أتت بوصفه قبل أن يكون رئيسا للوزراء أنه شخص ماكر، عليه أن يكون ماكرا فعلا في الحوار مع الولايات المتحدة وفي الحوار مع إيران وأذرعها في العراق، من أجل أن يكون للحكومة العراقية نفوذا تحترمه هاتين القوتين إلى أجل محدد يستطيع فيه أن يمتلك حد معين من القدرة والقوة للتحرك بمساعدة ومساندة الجماهير العراقية لإيقاف كل متدخل عند حده، وهذا ليس بالمتاح لا بالأمد الحالي ولا بالأمد المنظور، لكن من يبدأ خطوة ستترتب عليه بعدها خطوات ربما في الطريق الصحيح. تمام دكتور فارس، إذن الآن حقيقة ننتقل عبر الهاتف من بغداد المحلل السياسي والباحث في الشأن العراقي الأستاذ أثير الشرع، حياكم الله أستاذ أثير. بداية سيدي الكريم أريد أسألك على قضية القصف الإيراني والتركي بشكل عام، يعني هذا القصف الذي يتعرض له العراق الآن، يعني إيران ما احترمت مذكرة الاحتجاج والشكوى في مجلس الأمن الدولي على الصواريخ اللي ردت بها على الولايات المتحدة الأمريكية ومقتل قاسم سليماني، كذلك تركيا لم تحترم مذكرة الاحتجاج اللي قدمناها بعد عملية مخلب النسر وطلعوا بمخلب النمر الآن. يعني الغلط بمن؟ الغلط بهذه الدول؟ الغلط بينا؟ من تلوم هنا؟ أستاذ أثير هل تسمعني؟ الأستاذ أثير الشرع ما أعرف، يبدو هنالك مشكلة بالاتصال مع الأستاذ أثير الشرع، ما أعرف إذا تقدرون تشوفوننا يا شباب. إذا نعود إلى الدكتور فارس من بريطانيا. دكتور، السؤال يعني الأهم الذي يطرح هنا، نقدم مذكرات احتجاج مثل ما حكينا إحنا الآن، لكن ماذا يحترمون؟ يعني شنو فائدة أن مذكرة الاحتجاج أنطيها لإيران في فترة السيد عادل عبد المهدي بعد الضرب والقصف والصواريخ اللي سووها؟ نطينا مذكرة الاحتجاج لأبو تركيا أعلن عن عملية أخرى، ماذا تفيد مذكرات الاحتجاج يا سيدي الكريم؟ شنو أكثر نقدر نسوي حتى نمنع هذه الدول؟ ما المطلوب؟ دول من الطبع عليها قوات على بلدها أو تقوم بقصف مدفعي؟ عادة يعني البعض العراقيين يعتقدون وبعض الناس يأخذون أمثلة سابقة يقول لك نواجههم عسكريا مثل ما يواجهون عسكريا. الأفضل هنا للسيد الكاظمي حتى يغير من منظور المواطن وينطيه ثقة، شنو اللي لازم يسوي؟
حقيقة لا يملك أي شيء. الحقيقة الوضع في العراق لا يسمح بأن يواجه لا تركيا ولا إيران كعمليات ربما تأديبية أو ربما كعمليات رد فعل. بالمناسبة ليلة أمس أيضا إيران قصفت إحدى القرى في على منطقة أربيل على الحدود العراقية الإيرانية بشكل مكثف، وربما يعني أدى إلى خسائر اقتصادية في البنايات وفي الممتلكات. إيران لا تكترث حتى لهذه ربما دعوات وزارة الخارجية عندما تقول أننا يعني نستنكر هذه العملية أو نشجبها. تركيا ربما 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 تحترم بعض الشيء هذا الموضوع، ربما لديها أهداف عسكرية معارضة أو معادية لها تختبئ في الجبال العراقية في منطقة كردستان، لكن ليس لدى الكاظمي غير هذا الطريق. عليه أن يثبت أن هناك حكومة عراقية قادرة على أن تستدعي سفير الدولة إكس لتقول له لقد اعتديت على سيادتنا، وإننا ننبهك بأن هذا العمل ربما سيفضي إلى أن نذهب لاحقا إلى مجلس الأمن طلبا لمساعدة هذا المجلس أو دول العالم القوية في حفظ أمن العراق إلى حين. لذلك هو كما ذكرت سابقا هو يحاول أن يكون متوازن بين الغولين الكبيرين إيران وأمريكا في العراق من أجل أن يحفظ بقدر ما عمليات ربما يعني تحرج الكاظمي وتحرج القيادات العراقية عندما تصبح بلا حول ولا قوة في الرد أو في حتى إثبات القدرة على الرد السياسي والدبلوماسي. طيب على هذه الاعتداءات. لكن دكتور إذا رحنا إلى مجلس الأمن الدولي ما الذي يعني إحنا رحنا بقضية الضربة في مطار بغداد وغيرها ما صار شيء، أمريكا ما اعتذرت، ما حد دار بال أصلاً إنه يعني إحنا دا نروح هسه نهدد على مجلس الأمن الدولي، شنو اللي يقدرون يسووه؟ راحوا غيرهم وقبلهم على سوريا الحكومة السورية وغيرهم حاولوا يرسلون رسائل إلى مجلس الأمن الدولي على تركيا ما نفعته، حتى الروس راحوا على هذه القضية. يعني يبدو مجلس الأمن الدولي شكلية، القضية شكلية عندما يريدون أن تكون شكلية، ومؤثر عندما يريدون أن يكون مؤثر في اتجاهات معينة في العالم. ومن هنا تبرز أهمية العلاقة مع الولايات المتحدة، من هنا تبرز أهمية العلاقة ربما مع المنظومة العالمية القوية في مجلس الأمن. العراق يحتاج إلى دعم دولي ليخرج من هذه المستنقعات التي الحقيقة كانت وما زالت تنهش ببنيانه الاقتصادي وبنيانه الوطني منذ عام 2003. هو عليه أن يجب. بالمناسبة يعني الحكومات السابقة من العلاوي المالكي ربما العبادي لم يستطيعوا ولم يجرؤوا بشكل مباشر ربما أن يوجهوا النقد ويوجهوا الشجب والتنديد للسفير الإيراني أو للخارجية الإيرانية بسبب قصف أو تدخل في شؤون داخلي. هذه ربما الآن تطورات حصلت بعد أن اشتدت الأمور وخرجت عن نطاق السيطرة بالنسبة لي الكاظمي. الكاظمي أمام مسؤولية أمام دول العالم. طيب. التي تمتلك سفارات والمنطقة الخضراء ولديها جنود من قوات التحالف، عليه مسؤولية لأنه العراق موقع أنه هو مسؤول عن حماية قوات معسكرات قوات التحالف. طيب دكتور فارس. المجمعات حول المطار. ممتاز جدا. نعم. ممتاز جدا. خلينا نروح الآن إلى الاتصال الهاتفي مع الأستاذ أثير الشرع الباحث السياسي والمحلل السياسي. طبعا أستاذ أثير، يعني حقيقة الآن الأهم في هذا الموضوع ليش دول العالم مدى تحترمنا؟ يعني ليش إيران ننطيها مذكرة احتجاج على قضية القصف مات الصواريخ ورحنا اشتكينا بمجلس الأمن عليها وبالأخير تيجي البارحة تضربك بالمدافع؟ رحنا على تركيا قدمنا مذكرة احتجاج ما احترمونا، أطلقوا عملية أخرى وهسه مذكرة احتجاج أخرى. دول العالم ليش مدى تحترمنا؟ الخلل بينا لو بهذه الدول ونقول انه مثلا دول هذه بدها تتآمر علينا او من هذا القبيل، وين الخلل برايك انت؟
نعم عزيزي أستاذ أحمد، تحية لك، تحية لضيفك، تحية إلى مشاهدي ومتابعي قناة التغيير. حياك الله. يا أخي تسألني عن الخلل، الخلل بالسياسات المتبعة وبالحكومات المتبعة، يعني حكومات ضعيفة غير وطنية تستهين بوحدة العراق، تستهين بتربة العراق، تستهين بشعب العراق، وبالتالي أصبح العراق يعني ساحة لكل من هب ودب. يعني احنا عندنا دول جوار العراق ناس تقول السعودية اعتدت ب5000 انتحاري، طيب وين الحكومات؟ ناس تقول تركيا تعتدي علينا، ناس تقول ايران، ناس تقول الارهابيين جونا من سوريا وبدنا، حتى الكويت. وبالتالي العراق لا يمتلك دبلوماسية عالية للتعامل مع دول جوار العراق. يعني نحن نفتقر الى حكومة تمتهن السياسة بكل صراحة. ربما نحن تحت يعني تحت سلطة حديثي السياسة أو يعني شو يسوي مثلا أستاذ أثير، عفوا يعني حتى نخوض بالنقاش بشكل مضبوط، شنو اللي تقدر تسوي حكومة السيد الكاظمي؟ يا أخي الموقف محرج عند السيد الكاظمي، موقفه صعب، عنده أزمات. حبيبي أستاذ أحمد، توجد اتفاقيات دولية، يوجد مجلس أمن، هناك ميثاق في الأمم المتحدة، احترام وحدة العراق، احترام تربة العراق، احترام خصوصية العراق. يا أخي اتفاقيات، أنا لما أروح لو أروح أوقع على الغذاء والدواء لو ما أعرف شنو ومصالح ومكاسب، وما أوقع أنا على ما يخص احترام تراب العراق ووحدة العراق. أنا عندي مواثيق، عندي عهود، لازم أنا أبدي أوقع دول الدول أنتم تحترمون وحدة العراق، لا يمكن أن يخصفوا العراق من بلدكم كائن من يكون. يعني إيران الإسلامية مرتين قصفت حاج عمران وبالتزامن مع قصف طائرة في تركيا، كذلك يعني احنا دول عربية تسدد، يا ريت العراق يعود ما يعني نسميه بالحضن العربي، يا ريت. يعني كافي، يعني احنا حاليا مهددين بالانقسام استاذ احمد. حاليا العراق ربما راح يكون انقسام بكل صراحة، كناس ترحب بهذا الشيء. شنو طبيعة الانقسام اللي تحكي عنه انت استاذ أثير؟ شنو انقسام يعني؟ ايش تقصد بانقسام يعني؟ يا اخي اكو ناس تهيئ للانقسام، اكو ناس تهيئ يعني. وبالتالي نشوف تركيا يخافون من حزب العمال، من حزب العمال الكردستاني اللي متواجدين في جبال قزوين وفي سنجار، هذه طبعا هم ما يقدرون يسيطرون منذ سنوات. وبالتالي تركيا مثل ما تعرفوا يعرفوا المشاهد الكريم انه يا حبيبي حلف الناتو، كان يمكن امس كان هناك اجتماع لحلف الناتو ما يخص العراق. طبعا هم راح يتبرعون بالقانون الدولي انه احنا يوجد ارهابيين ويوجد منظمه تهدد السلم والسلام التركي، وبالتالي نحن من حق نخصف هذه المنطقه، هي ذريعه طبعا تاخذها تركيا. كذلك الاخوه الايرانيين ايضا انه توجد في هذه المنطقه ارهابيين يهددون السلم ويهددون التراب الايراني، هذا ذريعه طبعا راح يتشبثون زين. وبالتالي تمام. وصرعاني نحن نحتاج الى حكومه قويه. طيب. يعني توقع هذه الدول على مواثيق ومعاهدات لاحترام تربه العراق. تمام استاذ أثير، لكن انت اكو سر بالموضوع لو ماكو؟ يعني السيد ارج مسجدي قبل هذا القصف اللي صار في حاج عمران الدين نحكي به، كان يعني التقى السيد مصطفى الكاظمي قبل يومين تقريبا، ايضا رئيس جهاز المخابرات التركي قبل القصف والعمليات اللي تسويها تركيا اجى بزياره سريه الى العراق، اكو سر بالموضوع برايك لو هي صدفه صارت كلها؟ والله انا بتوقعي نعم، يعني هو شوفوا مو سر، هو معلن، يعني الاخوه الكرد يتحملون ايضا الجانب الاكبر ربما بما يحصل. يعني هناك شنو هم علاقه الكراد استاذ أثير؟ شنو هم علاقه؟ ايش دخلهم؟ يعني على اعتبار شوف هم شنو هم، يعني اكو ناس توفر غطاء سليم لهذه الاعتداءات، اكو ناس ربما تهيئ لهذه الاعتداءات. شوف ماكو توائم، يعني ماكو تفاهم بين الحكومة الإقليم وبين الحكومة المركزية، كذلك يعني تفاهم، احنا نريد تفاهم بين الكتل السياسية، وهذا راح تقول لي شعلي، راح اقول لك لا هذا يأثر، هنا راح تكون مكمن القوة، نحن ضعفاء يا عزيزي، بوحدتنا راح تبقى اخوة العراق، ما حد يجرؤ، السر يكمن قلت لك هو خلال الدورات الثلاث السابقة، ونحن حاليا في الدورة الرابعة، لا توجد سلطة حقيقية أو حكومة حقيقية للتفاهم مع كل دول جوار العراق، كذلك يعني حتى الولايات المتحدة الأمريكية ما قاعدين، يمكن احنا نحترم الاتفاقيات الاستراتيجية. وبالتالي أنا يعني أشكك بنجاح الاتفاقية اللي
حاليا تجري يعني مع بين العراق وبين الولايات المتحده الامريكيه اللي ان شاء الله في تموز راح تكون في واشنطن. يعني انا اقصد اني نحتاج الى دبلوماسيه، نحتاج الى قوه، نحتاج الى قوه. طيب استاذ أثير، نمنع دول الجوار من التدخل بشان العراق. ممتاز ممتاز جدا، خليك ويانا الان. نعود الى ضيفنا الدكتور فارس المهداوي من لندن عبر السكايب. دكتور فارس، العراق يحتاج الى اتفاقيات، مشكله العراق ما موقع لا اتفاقيه ويا تركيا على تواجدها ولا اتفاقياته ويا امريكا يعرفوا على شنو وقع، وبالتالي وقعنا في هذه المصيبه ودخلنا في الحوارات. العراق يحتاج الى اتفاقيات مع الجميع، هل تتفق انت مع هذا الطرح؟ والله انا طبعا تحياتي للاستاذ الثير، هذا كلام ربما صحيح في مجمله، لكن من العراق؟ من العراق الذي يوقع الاتفاقات؟ من العراق؟ عندما تدخل الى قبه البرلمان لن تجد عراقا واحدا، وإنما تجد تشتت في الهواء وتشتت في الميول والجذور والتبعية. من عندما تذهب إلى الحج الشعبي تجد ولاءات إلى العراق؟ هل تذهب إلى قوة مكافحة الإرهاب؟ لمن ولاؤها؟ دكتور فارس يعني كذا حقيقة كذا. نحن احنا نتحفظ على هذا الشيء، وانت تقول عفوا دكتور انا فارس. كذلك انا لا تحكي عن الحشيد. نعم. والحشيد يعني جزء من المؤسسه العسكريه، هذا الموضوع انتهى. نعم. مال ولاءات، ولاءات تقول لي فصائل، لا اقول لك إيه. بس حشد الشعبي ما له علاقه. أحمد. يعني انا لا اتكلم عن الحشد الشعبي بالسوء، هذا يعني هذا امر. لا مو من تقول لي ولاءات ولاهم للعراق. الان ماكو احد بالعمليه السياسيه ولاء للعراق، انا اجزم لك واقطع لك، ما في احد بالعمليه السياسيه منذ تأسيسها وإلى أن تقتلع ولاء للعراق، ولا لو كان في حد ولاء للعراق من وصل إلى هذه المرتبة؟ من وصل حالنا إلى هذا الحال؟ من وصل البيت الفقير في العراق ما يملك طعام وهم في حالة حظر على الحركة حركة إلى الأسواق والمحال؟ هناك مآسي يا أخي، لا نستطيع، هناك ضوابط للقنوات التلفزيونية لا نستطيع أن نتجاوزها. لكن أنا أقول متى ما رتبنا البيت الداخلي العراقي نستطيع أن نوقع اتفاقات. طيب الحكومة هي التي توقع الاتفاقات دكتور، يعني الحكومة عفوا هي اللي توقع الاتفاقات، شو عليها بالبرلمان؟ شنو المشكلة يعني توقع وتطرح ما سيتم التوقيع عليه؟ يعني يا أستاذ أحمد، هل السيد الكاظمي اختار حكومته 100% بناء على ما يقتنع به هو وما يعتقد أنهم أشخاص أكفاء سيمثلون العراق ويخرجون جل ما عندهم من كفاءات وخبرات لصالح هذا البلد؟ طيب وشنو دخلها بالاتفاقيات دكتور فارس؟ شنو دخلها بالاتفاقيات؟ اتفاقيات لأنه الدول لا تمتلك الثقة الكاملة بالإدارات العراقية. هذه الدول سواء الدول الإقليمية، سواء جامعة الدول العربية، سواء يعني مجلس التعاون الخليجي، حتى الولايات المتحدة الأمريكية، لولا السلطة ولولا القوة ربما الكبرى التي تمتلكها فهي يعني بالنسبة لإرادة الحكومات العراقية لا تستطيع أن تعول عليها. طيب لكن دكتور، هم هذه الدول عفوا يعني لولا يعني أنه لو ماكو ثقة بحكومة السيد الكاظمي ما كان قاعدة ويانا حوار استراتيجي الأمريكان ودول العالم ورحبت بينا إيران، ما كان قاعدة ويانا لو ماكو ثقة. هم طبعا ليس لهم إلا أن يجلسوا، هذه اتفاقية بين طرفين، لا تستطيع أن تترك طرف سائب وطرف ممسك بالاتفاقية. بعدين هم أيضا يحاولون أن يخرجوا من المأزق الذي وضعه عادل عبد المهدي بشكل سائب في العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق. لذلك الكاظمي من مصلحته أن يدخل في هذه المفاوضات من أجل أن يعيد تنقيط الحروف بما يخرج العراق على أقل تقدير من الأزمات الاقتصادية والمالية، ويفتح ربما مجالات أكبر للاستثمار الأمريكي وغير الأمريكي في العراق، وهذا ما تم في المرحلة الأولى. لسنا هنا بصدد أن نقول ما أو نملي على الولايات المتحدة الأمريكية ماذا يكون أن ماذا يجب أن تفعل، لكن يجب علينا أن نقول للولايات المتحدة الأمريكية ما هي الضوابط التي يجب أن تلتزم بها في وجودها في العراق وخلال
تواجد وحداتها في العراق. طيب. وخلال أيضا ربما ممارساتها السياسية عبر أكبر سفارة طيب. لها في العالم التي موجودة أيضا في العراق. طيب ممتاز. إذا نعود إلى الأستاذ أثير الشرع عبر الهاتف من بغداد. أستاذ أثير، أكو من يقول إنه حكومة السيد الكاظمي الآن حتى تكسب ثقة الجميع وتظهر قوة وشخصية الحكومة الآن لازم يتصرفون على من اعترف بالهجمات الصاروخية اللي صارت يوم 8/6 و11/6 و16/6 واللي هم بالتأكيد في إشارة واضحة لعصبة الثائرين هنا، لازم يتصرف ويلقي القبض عليهم ويقدمهم للقضاء ويتحاسبون أمام الشعب العراقي حتى الشعب يحس أنه أكو الآن حكومة تختلف عن الحكومات السابقة. ألا تعتقد أن قد تكون هذه خطوة إن تمت ستظهر شخصية مختلفة جدا لحكومة الكاظمي عن على الأقل الحكومة السابقة؟ نعم أستاذ أحمد، بس دستطين يعني بالبداية أن أرد أوضح الفرق بين الحشد الشعبي وبين الفصائل، الفصائل التي تكون خارج منظومة الحشد الشعبي وليست تحت سيطرة القيادة العامة للقوات المسلحة. نعم. يوجد حشد شعبي وكما تفضل جنابك أنه يعني هذه تتكون من فصائل متعددة والآن ربما تم هيكلتها وتم يعني اندماجها مع القوات الأمنية، لكن توجد فصائل غير معروفة ربما لدى الحكومة، هذه من تقوم ب يعني قصف بعض المناطق الخضراء وغير الخضراء، يجب أن نفرز يعني. أستاذ أحمد، يعني حكومة السيد الكاظمي، السيد الكاظمي شخصياً حاليا يعني التحقيقات جارية وفعلا المتحدث باسم الداخلية والقيادة العامة للقوات المسلحة قال أنه نحن سنكشف عن هذه الجهات التي تورطت والتي قصفت المطار والخضراء وآخرها يعني يوم أمس في 4 صواريخ. يعني أنا شوف أنا ما أريد يعني أميز حكومة السيد الكاظمي عن باقي الحكومات، إحنا ما يفيدنا كلام يا عزيزي، نحن نريد مع جل احترامنا للسيد مصطفى الكاظمي وحكومته، إحنا نريد حقائق، نريد كلام يعني لا كلام، نريد واقع زين مجموز. بس أستاذ أثير أريد أسألك على جزئية التحقيق اللي حضرتك تفضلت بها، شنو فائدة التحقيق والطرف قال لك أنا اللي ضربت واعترف ومصور وموثق يقول لك أنا ضربت، شكو نسوي تحقيق بعد يعني؟ يعني بعد مو هي التحقيقات احتمال يعني هذا اللي يتبنى هذه العملية احتمال مو هو معقولة يعني واحد يقول لك أنا اللي ضربت تالي يطلع كذاب كل هالتصميم وهالفيديو الرائع يعني الأخوة الفصائل دي يعترفون لكن ما أعرف الحكومة ربما لديها طابع خاص بالتحقيقات وربما ستشكك بهذا الاعتراف وتذهب بمنحنى آخر يعني نحن بانتظار يعني بكشف عن الجهة التي تريد توريط العراق وتريد إنشال هذه الحكومات طبعا هي المباحثات الاستراتيجية بين العراق وبين الولايات المتحدة الأمريكية لها سبب يعني السبب كانت سبب وذريعة لهذا القصف كذلك يعني بعض التطورات السياسية بعض التهم بين السياسيين طبعا آلت إلى ما يحدث الآن هناك مرحلة خطيرة جدا ربما لكن طيب لكن استاذ أثير عفوا احنا بس حتى نوضح الفصائل المسلحة الموجودة اكو بيها ملتزمة تقول لك انا دا انتظر الحلول السياسية واضحة كلها كل الفصائل هاي واضحة واعلنت رسميا عن هذا الموضوع لكن هذا الفصيل بحد ذاته من يوم اللي ظهر الى حد هذه اللحظة هو يعلن عن الهجمات وما عنده اي توقف ويطالب عدم التعاون مع الامريكان نهائيا يعني الإعلان إعلامياً لا. بهذا الشكل أليس هو إثبات دامغ؟ إذا سمحت لي أستاذ أحمد أستاذ أحمد توجد 3 فصائل أو 4 فصائل اللي تقصدها أنت 3 فصائل أو 4 فصائل وليس أنت تقصد ربما عصبة الثائرين أخوة في عصبة الثاني لا يوجد فصائل ثورة 20 ويوجد بعد 2 يعني هذه الفصائل لذلك هم الأخوة في ربما عصبة الثائرين ربما اعترفوا وقالوا نحن من نتبنى هذه العملية لكن توجد بعض الفصائل الأخرى ربما الحكومة راح يكون على عاتقها كشف ربما ليست الجهة الوحيدة أو هذا الفصيل الوحيد الذي يعني هو يقولون يتشرف بقصف هذه المناطق ويعترفون يعني اعتراف ضمني واعتراف صريح لأنهم هم من قاموا بهذه العملية الجهادية حسب قولهم يعني توجد العديد من الفصائل التي خارج منظومة الحشد وخارج سيطرة الحكومات المتعاقبة زين أستاذ أثير يعني شنو الفرق نعم. عفوا يعني خلنا نفترض أنه ما سووها عصبة الثائرين أو سووها مثل ما هم قالوا شنو الفرق هذا فصيل الحكومة يا عزيز. هذا الحكومة تمام لكن أنا بس سؤالي مهم أستاذ أثير هذا فصيل بغض النظر خارج إطار الدولة شايل سلاح ودي يتصرف ودي يصرح ورافع علم يعني غير العلم العراقي وغير الأعلام الرسمية اللي العراق يشتغل عليها بغض النظر هسه سووها وما سووها ما تعتقد المفروض الآن أن يتم شيء تجاههم؟ أستاذ أحمد أنت أنا تعودت بصراحتي يعني في برامج نعم. تعودت يعني بكل صراحة
هسه العراق هو العراق هسه يعني اللي سمعنا هسه العراق متنعم ما محتل يعني بيه من الخيرات بحيث هذا الفصيل اذا بيقصف هو شنو بطران مثلا يا عزيزي ماني في لقاء سابقية حضرتك قلت لك يعني اي فصيل يسوي اي شيء فمن حقه يا عزيزي العراق الان يعني احنا في ظل هذه الاوضاع الصحيه الصعبه يعني الحمد لله والشكر ربما ربك ساترنا مثل ما نقول الاوضاع اقتصاديه صعبه صار من 2003 لغايه هذه اللحظه ما زلنا دوله رعيه توجد لدينا موارد كثيره ربما كل محافظه من المحافظات هي يعني ربما تكون دوله ناقصنا ضيم استاذ اثير ناقصنا ضيم استاذ اثير يجي يجون اربعه خمسه يبدون يقصفون على امريكا لا وهذا شيء طبيعي يا اخي ردود افعال رد فعل يعني احنا هسه حاليا تدخلات يعني من دول الجوار لدينا يعني الولايات المتحده الامريكيه الجيش الامريكي يعني اسمح لي استاذ احمد انت تعرفني صريح جدا انتم لما جيتوا حررتونا من النظام السابق يا اخي غير توفرون لنا مستلزمات الراحه غير تخلونا عايشين برغد حالنا حال دول الجوار يعني الوضع العام عذرا من هذا الاسلوب اللي نمر به احنا يعني وضع غير مقبول اطلاقا غير اطلاق يعني معاناه اساسيه يعانيها المواطن العراقي معاناه خطيره طيب. حتى المجتمع انهار يا استاذ احمد سلاح منفلت توجد سلاح منفلت هسه حاليا اي عشيرتين تتعارك تعال شوف المصايب والكوارث تمام يعني استاذ هذا المفروض على عاتق الحكومات المتعاقبه هي تضبط الامن جميل جميل الأمن. جميل استاذ اثير حقيقه الوقت لا يسعفنا كنت معنا من بغداد عبر الهاتف الاستاذ اثير الشرع المحلل السياسي والبحث في الشان العراقي شكرا جزيلا لك اعود الى الدكتور فارس المهداوي دكتور فارس انت استمعت الى الاستاذ اثير يعني دا يقول لك يابا من حقهم يعني تطلع هيك مجاميع وغيرها تقاتل الامريكان بعد كل الضيم اللي شفناه من الامريكان من حقهم يضرب لك كم صاروخ وكذا هاي امور يبرروها وغيرها يا اخي شو تسوي هذا وضع العراق ضعيف حكومات متعاقبه ما سوت اي شيء على هذا الموضوع كيف ترد على هذا الكلام يعني هذا الكلام الحقيقه هو يعرفه ايضا المتكلم اعتقد يعني السيد اثير مع احترامي وتقديري له هو يعرفه لكن هذا اللي يستطيع ان يقوله الان الفصائل هذه او المجموعات وليست فصائل مجموعات منفلتة من الحكومة العراقية لكنها غير منفلتة من مصادرها التي ربما أوعزت لها بشكل واضح بعد اغتيال سليماني وأبو مهدي المهندس أن تقوم بهذه العمليات وتعلن نفسها كفصائل مقاومة إسلامية ومن يتعرض لهذه الفصائل فسيتعرض للمقاومة الإسلامية بمعناها وبعنوانها العريض وهي ربما لا تشمل بقية الفصائل الموجودة داخل الحشد والتي ربما لديها قيادة مرتبطة بالقيادة العامة للقوات المسلحة لذلك هذا الموضوع هو اختبار حقيقي ودقيق جدا لقدرة وقوة وإمكانية وأسلوب قيادة الكاظمي إن استطاع أن يمسك بهذه المجموعة ويحيلها إلى القضاء وتصدر بحقهم أحكام فهذا سيكون رصيد كبير له في الشارع العراقي أولا ولدى المحافل الدولية حيث إنه سيثبت للجميع أنه لا يخشى من وراء من هم وراء هذه الجماعات المسلحة التي ربما تعبث بالأمن العراقي وأيضا تشوه سمعة العراق في قدرته على استضافة القوات التي أتت لي محاربة داعش أو التي هناك سفارات لها في المنطقة الخضراء والسواح. طيب إذن كنت معنا من لندن عبر السكايب دكتور فارس المهداوي رئيس المركز السومري للإعلام والدراسات شكرا جزيلا على حضورك اليوم. شكرا. إذن مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم أشكر لكم طيب المتابعة إلى اللقاء.